كان في حالة كبيرة من التراكب على السوشيال ميديا لقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالدعوى القضائية اللي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، وبتتهمها فيها بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وبالرغم من أن قرار المحكمة خرج بإجراءات مؤقتة منها منع الإبادة الجماعية، وأن دولة الاحتلال تضمن بأثر فوري عدم قيام قوتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ولكن تعليقات السوشيال ميديا على القرار كانت منقسمة ما بين حالة الفرحة بالقرار وما بين التأكيد على أنه قرار غير قابل للتنفيذ بسبب أنه هيتم عرضه على مجلس الأمن، واللي متوقع أن أمريكا هتستخدم حق الفيتو فيه لمنع أي قرار يدين دولة الكيان. The court further considers that Israel must ensure with immediate effect that its military forces do not commit any of the aforementioned acts. Measures are addressed. Court on all measures taken to give effect to this order within one month as from the date of the order. In favor, President Donahue. Israël doit, conformément aux obligations et incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide.